السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم يا أبطال على منصة إديورام مع أستاذ صابر بيبرس في مادة اللغة العربية. خلاص بنخلص يعتبر النحو، آخر حاجة آخر جزئية النهاردة هناخدها في الممنوع من الصرف، يبقى كده خلصنا الوحدة السابعة، باقي لنا مكملات المنهج اللي هي الأساليب، ودي حاجة بسيطة جدا نخلصها. خلاص الحمد لله السنة بتخلص معانا أهو. تابع الممنوع من الصرف، إحنا خدنا الممنوع من الصرف المرة اللي فاتت، يعني ممنوع من الإيه؟ من التنوين، بفكرك. طيب يمنع الاسم من التنوين اما لسبب واحد، ودي في ثلاث حاجات افتكرت معايا، صيغه منتهى الجموع صح، اللي هي كل جمع تكسير الفه ثالثه بعدها حرفان او ثلاثه وسطهم ساكن. تاني حاجه ايه؟ الاسم المختوم بالف التانيس المكسوره زي كبرى وصغرى صح. تالت حاجه ايه؟ الاسم المختوم بالف التانيس الممدوده، ايوه زي انبياء وعلماء وصحراء، ممتاز. طيب وفي ممنوع من الصرف لسببين، قلنا اول حاجه الاسم العلم مع سته، الاسم العلم سبب ومعاه واحد من الستة، اسم علم مؤنث أيوة والثلاثي ساكن الوسط يجوز فيه الوجهان، اسم علم أعجمي والثلاثي ساكن الوسط زي نوح ولوط لا يمنع من الصرف، وقلنا كل أسماء الأنبياء ممنوع من الصرف ما عدا ستة، محمد وصالح وشعيب أسماء عربية، هود ونوح ولوط أعجمية ثلاثية ساكن الوسط. ثالث حاجة اسم علم على وزن الفعل زي أكرم يزيد أسعد أنور، تيجي على وزن افعل ويفعل. طيب بعد كده اسم علم على وزن فعل، ايوه زي عمر وزحل وجحا. طيب بعد كده اسم علم مركب تركيب مسجد زي بورسعيد بورفؤاد بعلبك حضرموت. بعد كده اسم علم اخره الف ونون زائدتين زي عثمان ورمضان وعفان، بشرط لما نشيل الالف والنون يتبقى لك ايه؟ ثلاث حروف على الاقل، انما لو اتبقى حرفين هيبقى مصروف عادي زي كلمه عينان. بعد كده بقى الحاجة التانية برضو ممنوع من الصرف لسببين برضو في الصفة بقى مش في اسم العلم، ممنوع من الصرف لسببين برضو، احنا خدنا لسببين، اول حاجة اسم العلم مع واحد من ستة، تاني حاجة اللي هي ايه؟ الصفة مع واحد من اربعة تكون صفة. واللي اول حاجة صفة على وزن فعلان التي مؤنثها فعل، وكل اغلب اللي على وزن فعلان مؤنثه فعل، في اللي بيجي فعلان فعلانه دي كلمات قليله جدا في اللغه ومش معروفه اشهرها سيفان سيفانه موتان موتانه، لكن كل اللي على وزن فعلان فمؤنثه فعل زي ايه؟ زي عطشان وجوعان وظمآن، فعطشان مؤنثها عطشة أو رجل عطشان وامرأة عطشة، جوعان مؤنثها جوعة رجل جوعان وامرأة جوعة، ظمآن مؤنثها ظمأة رجل ظمآن وامرأة ظمأة. فإيه الممنوع من الصرف عندي؟ عطشان وجوعان وظمآن اللي هي على وزن فعلان، ماليش دعوة بالإيه؟ المؤنث بتاعها، أنا بعرفك اللي فعلان اللي مؤنثها فعلة. فعطشان ممنوعة من الصرف لسببين، السبب السببين؟ أنها صفة، السبب الأول على وزن فعلان، السبب الثاني جوعان والظمآن برضو كذلك صفة على وزن فعلان. طيب تاني حاجة بيقول لي برضو اهي صفة على وزن ايه؟ صفة على وزن افعل، صفة على وزن ايه؟ افعل زي ايه؟ زي اكبر واصغر واحسن وابيض وازرق وهكذا، دي صفة على وزن أفعل وأفضل وأحسن. تالت حاجة بقول لي برضو صفة على وزن فعل، زي هناك في اسم علم كنا بنقول اسم علم على وزن فعل، بس صفة على وزن فعل ما فيش غير كلمة واحدة في اللغة العربية، ما تتعبش نفسك، هي كلمة تحفظها، أخر، كلمة إيه؟ أخر بس، اللي هي مؤنثها أخرى. آخر حاجة صفة على وزن فعال ومفعل، ودي بتكون في الأعداد، صفة الأعداد من واحد لعشرة فعال ومفعل، فالعدد واحد مثلا هنقول أحاد وموحد، أدي أحاد على وزن فعال وموحد على وزن مفعل. طب العدد اتنين هنقول ثناء على وزن فعال
ومثنى على وزن ايه؟ مفعل، والمثنى دي مذكورة في القرآن. ثلاث على وزن فعال للعدد ثلاثة، ومثلث على وزن مفعل، طبعا اللي جت في القرآن ثلاث. كذلك رباع على وزن فعال، ومربع على وزن مفعل، خماس ومخمس، وهكذا في باقي الأعداد، سداس ومسدس، سباع ومسبع، ثمان ومثمن، تساع ومتسع، عشار ومعشر. صفة الأعداد من واحد لعشرة على وزن فعال ومفعل ممنوعة من الصرف. طيب كده الممنوع من الصرف لسببين، قلنا العلم مع واحد من ستة، علم أعجمي، علم مؤنث، علم مركب تركيب مزجي، علم على وزن الفعل، علم على وزن فعل، علم مختوم بالألف والنون، وكذلك الصفة، صفة على وزن فعلان التي مؤنثها فعلة، ماشي، وصفة على وزن أفعل، وصفة على وزن فعل كلمة واحدة أخرى، وصفة الأعداد أيضا. كده يتبقى لنا إيه؟ كده يتبقى لنا إعراب الممنوع من الصرف. إعراب الممنوع من الصرف. الاسم الممنوع من الصرف له إعراب معين؟ لا، إعرابه عادي، هو يرفع بالضمة، مفيش مشاكل خالص، ماشي، ينصب بالفتحة عادي، مفيش مشاكل عندي في النصب، علامة أصلية عادي. يجر، هي دي الجديدة، بالفتحة ما لم يكن منونا، ما لم يكن معرفا بأل، ما لم يكن معرفا بأل، يبقى ما لم يكن معرفا بأل أو الإضافة، يعني يكون ناكرة، ما يكونش في ألف ولام، ما يجيش بعديه مضاف إليه. أما أقول مثلا صليت في مساجد كثيرة، مساجد لا فيها ألف ولام، صيغة منتهى الجموع إيه؟ مساجد، ده ما تكسير ألف وثالثة هي لها حرفين، فممنوع من الصرف لسبب واحد. طيب مجرور، يجرب الفتحة ليه؟ لأنه غير معرف بأل، ما فيش ألف ولام، ما فيش بعديه مضاف إليه. لكن لو قلت بقى صليت في المساجد، ليه خليته هنا مجرور بالفتح بالكسرة؟ لأنه معرف بأل. طب صليت في مساجد القاهرة، ليه برضو جرته هنا بالكسرة؟ لأن بعديه مضاف إليه. يبقى الاسم الممنوع من الصرف كل الموضوع فيه إنه في إعرابه يجر بالفتحة إذا كان نكرة، أما إذا كان معرف بأل أو بعديه مضاف إليه يجر بالكسرة عادي. كده انتهينا من درس الممنوع من الصرف. كده اللي باقي في المنهج ايه؟ في النحو مكملات المنهج، يعني كده يعتبر ان شاء الله خلصنا المنهج. دروس مكملات المنهج الاساليب دروس جميله وسهله وبسيطه، ان شاء الله نخلصها في الحلقات الجايه. كان معكم استاذ صابر بيبرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.